Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le titre aujourd'hui, j'ai une vidéo ma routine capillaire. J'ai déjà une vidéo voilà les cheveux, via des conseils et tout. J'ai comme compliment, j'ai une autre vidéo là ma routine, les produits que j'utilise au Dexi. Les mecs, je cherche la première vidéo, je vais aller commenter en barre d'infos. Ou un autre, j'ai une gamme de produits où j'ai une vidéo comme elle est home, واحد بواحد. الحاجه الاولى اللي نقول لكم على مي شوفو باش تعرفوا لو ناتور اي تو. انا نورمالمون جي لي راسين غراس، عندي الجلد لي راسين تري تري غراس، ولكن هنا في مي لونغور عندي الشعر فريمون ناشف 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 بزاف باسكو عندي الشعر بوكلي. لي زوندولاسيون ما كيخليوش داك لو سيبوم اللي تيكون في الشعر يهبط، دوكو كيبقاو ليا ناشفين. Ou puisque ces derniers temps que je consomme beaucoup les shampoings ou les produits pour les cheveux gras, je me suis fait les racines, mais j'ai vraiment les cheveux beaucoup les longueurs, ou que j'avais besoin d'une gamme qui allait me revenir, je savais que quand je suis allée à l'ortobia, vraiment, quand j'ai des places, j'ai eu beaucoup de pression, j'ai senti vraiment harsh. C'est pour ça que j'ai repris de la gamme. هاد لا غام اللي دو شي لو بيتي مارسيي، ماشي لا مارك اللي عطاتني لي برودوي ولا حتى شي حاجه. انا شريتهم وكنجربهم وجربتهم، ماشي عاد كنجربهم، وتا خديت عليهم ان افي لي سور. عاد بغيت نهضر لكم عليهم. جو سي كو با مال دو يوتيوبرز جربوا لو شامبوان ديال هاد لا غام وما عجبهمش، ولكن جو كرو كو شاكان عندو لي شوفو، شاكان لي شوفو ديالو. يقدر ان برودوي يجي مع شي واحد وما يجيش مع ان اوتر. Le premier produit là, c'est le coup de cœur de la gamme Camla. Il y a de l'huile soin avant shampoing, huile élixir, de karité ou l'argan. C'est une huile, elle se présente comme ceci. Elle se présente comme ceci. هادي كنديرها اون فوا سور دو، يعني مره فاش كنغسل، مره كنديرها مره ما كنديرهاش. كنديرها انا هادي، ما كنخليهاش 15 مينوت، كنخليها بحال دابا كنغسل في الليل، حيت غالبا كنغسل في الليل كنخليها لابريميدي كامله. الا كنغسل في الصباح كنخليها الليل كامل. كنمشط شعري مزيان وكنتشتشها عليه وكنمشطو باش ندخل مزيان. فما كندير كنحاول ايزيتي لي غاسين، حيت لي غاسين عندي كما قلت لكم زيتين. كندير غير في هاد لي لونغور من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، وكنجمعو مزيان وكنديرو في دره وكنعس بيه. الا غدا ليه كنغسلو، ولا كندير لابخي ميدي كانو كنغسلو. واعره بزاف فريمون، لاحظت الفرق منين بديت نديرها. غير هي خصها تغسل، فاش ديروها غسلو شعركم مزيان باش ما تخليلكمش واحد لو فيلم كغا في الشعر. كتخلي ريحه واعره فريمون. واحد المره كنت درتها وما غسلتش شعري، تدازت باقا لشي 5 ايام بحال هكا، والريحه ديالها باقا في الشعر وريحتها زوينه. وداكشي علاش كديريها التيان اسي بروميس، كيقول لك هنا توشي سوايو فريمون، كترطب الشعر كتردو سوايو. من بعد فاش كندخل نغسل، كنغسلها بهذا لو شامبوان دو لا ميم غام، شامبوان نوتريسيون انتنس، شوفو تري سيك اي فريزي. كما قلت لكم يا دي يوتيوبرز ما عجبهمش، انا جاني عادي، ماشي شي حاجه واعره وماشي شي حاجه اللي خرجت لي على شعري. كيغسل مزيان ولكن ما نشفلي شعري، حيت داش جربت دا شامبوان اللي كنشفو شعري، هذا ما نشفلي شعري، جاني عادي سان كونفين بور لو مومون سان كونفين. من بعد فاش كنغسل شعري كندير لابخي شامبوان باش نسهل الديميلاج. سورتو قلت لكم انا شعري تري فاسيل انه يتسرح، تري ديفيسيل انه يتسرح، دوكو ضروري خاصني ان لابخي شامبوان. وخديت هذا تيقول لك 1 مينوت، كنخليته انا شي دو 1 مينوت حتى ل 3 مينوت، وكنشلل شعري عادي حتى هو كي بحال اي ابخي شامبوان. فاش كديرو كيسهل عليك الديميلاج، ما كيخليلك الشعر مخبل وصافي. سون بلوس زعما ماشي عادي، ماشي شي حاجه واو. هادو هما لي برودوي اللي كندير فاش كندير الزيت.
فاش كندير الزيت كندير غير الشامبوان ولا بري شامبوان. في كيما قلت لكم مره كندير الزيت، وفاش ما كنديرش الزيت مور لا بري شامبوان ضروري كندير هاد لو ماسك. هذا تيقول لك حتى هو دو لا ميم غام، خصك تخليه 3 مينوت مينيموم، تخليه انا برسك 5 مينوت عاد تنغسلو. حتى هو ريحته اصلا هاد لا غام كامل ريحتها زوينه كيما كتشوفوا هبط. اصلا اولا كيخصها شويه باش كيكفي باش تخدم هادشي كامل، و اون بليس كان عامر فريمون تلف ومتطاسه كنلاصق فيها، واستعملته بزاف المرات وباقي باقي في الخير. هذا يدوز ليا حتى هو مزيان. كيفاش ما كنديرش الزيت كنحس حتى هو كيرطب ليا شعري، ما كنحسش به ناشف، كيخلي ريحه زوينه في الشعر. انا عجبني فريمون عجبني. لي في جربوه وقولوا لي واش، ولا لي في اللي ديجا مجربينه قولوا لي كي جاكم، واش نتوما عجبكم بحالي ولا دار لكم شي نتيجه اخرى على شعركم. فاش كنخرج من الدوش كنخلي شعري فوطه، كنخليه هكا يا بما لبست حوايجي واضغطيت من كور وداكشي، كنجلس كنخليه شويه في الفوطه حتى كتشرب لي مزيان الماء، ومن بعد غير كان طابوطي عليه بالفوطه، ما كنحاولش نجر باش ما اغريساش لي غاسين وداكشي، حيت الشعر كيكون فاز كيكون سنسيبل. وفاش كينشف غالبا ما كان ديرش لاش على خليه ينشف بالهواء الطبيعي ديال الله، سينو الا زغبني الله زعما بغيت نشفو ولا شي حاجه كندير هاد لو بروتيكتور دو شالور. كنت ديجا وريتكم ديال لوريال بيرليس، زوين بزاف هو ريحته زوينه، ولكن مع هاد لاكام ما كتبقاش ريحته، كتبقى تشمي ريحه ديال هاد لو برودوي. وكنديرو كنمشط شعري باش ندخل لو برودوي في الشعر. ومن بعد انايا غالبا ما كان جوتيليز با دو بلاك و سي شوفو قليل واخا عندي، والبلاك واخا عندي ما كنستعملهمش تقريبا، ما كنستعملهمش سي شوفو كيجيني صعيب ندير بروشينغ، ما صنعتش نديرو بوحدي. ولي ساغ فريمون صعيب بزاف على الشعر، دوكو كنشفوه بهاد لابغوس كوافونت ديال فيليبس. فيها هي كان انا شريتها فيها برسك فيها من شحال، فيها خمسة ديال الريوس، ولكن انا فاش كنجي نشفو كنشفو بهذا داير بحال المشطه. وهنايا فيها لي دوغري، يمكن لك تنشفيه بالهواء بارد الهواء مويان والهواء سخون، ما عرفتش شحال من دوغري الصراحه، ما قريتش داك الكتاب ديالو هنا ما كتبينش. وكتبدا بحال اللي كتمشطي شعرك وهو كينشف، كتجيني هادي موا اغريسيف على لي شوفو. المهم هادي اللي كنستعمل باسكو يافي دي في لي سولي قالوا لي فاش كتبغي تصايبي شعرك شنو اش من برودوي كتستعملي، كنخدم بهذا. وفاش كينشف سواء شفتو بهاد لابغوس سواء خليتو ينشف عليه بالهواء، كناخد هاد لو سوان لو ديال لي لونغور اي لي بوينت ديال لو بوتي مارسيي نيتا ولا لا ميم غام، و سو فورم دو كريم كنديري شويه في صباعي وكنحكو مزيان وتنديرو غير في التحت فريمون في لي بوينت، كيرطبهم ليا شويه. هذا ماشي زعما بحال درتو بحال ما صراحه بحال كنحس براسي بحال درتو بحال ما درتوش، ما عرفتش peut-être je change vraiment mon avis après mais d'abord ماشتش une grande différence زعما عادي. البنات اللي جربتو قولوا لي ديجا مجربينه وقولوا لي كي جاكم. دوكو فوالا هذو هما لي برودوي اللي كنستعمل pour mes cheveux pour le moment. je suis صراحه satisfaite حيت vraiment كنشعر فواحد الحاله، je suis satisfaite عاجبيني زعما بور لو مو دي برودوي، مبغاش نبدلهم. الا بغيت ننصحكم ب دو برودوي ماتشي كامل، هاد الزيت زوينه بزاف، شريتها واقيلا ب 6 اورو ولا 7، وهذا لي انديسبونسابل لا ما كانش عندكم لا زعما لا ما درتوش ماشي هذا اون بارتيكولي، لا ما درتوش ان برودوي بروتيكتور دو شالور بلا ما تضيعوا شعركم وتبقاو ديروا له ليساج وبروشينغ وداكشي.
هاد لي دو برودوي هما مي كود كار. هادو عاجبيني حتى هما ماشي ما عاجبينيش، ولكن جو تروف كعاديين زعما ماشي كيديروا شي حاجه واو لي شوفو. دونك فوالا لي في جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو فاتكم. الا ديجا جربتوا شي حاجه من هاد لي برودوي اللي وريتكم خليو لي فو زافي عليها في لي كومونتير، و سينو شاركوا معايا شنو هما لي برودوي اللي كديروا لشعركم واللي عجبوكم بزاف، كوم سا انا نستافد منكم شي حاجه. Et voilà, j'espère vraiment que je t'envoie les comptes, que je vois comme la vidéo. En attendant une prochaine, prenez grand soin de vous. Gros bisous, bye bye.